السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وعبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا أن نلقاكم مرة أخرى ومن جديد في برنامجكم اليومي ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة والخاصة بالصحافة الرياضية لهذا اليوم، سواء الصحافة الرياضية المحلية العربية وكذلك العالمية. وقبل دخول مشاهدينا في أبرز ما طلعتنا به صفحات رياضية المحلية، بسمكم مشاهدينا أرحب بالأستاذ أحمد الشمري الناقد والصحفي الرياضي بجريدة القبس للتعليق والتحليل على بعض الأخبار وأهمها الواردة في الصحافة الرياضية المحلية تحديدا. هاكل معي أخوي أحمد، سعداء بالتأكيد بهذا التواصل معك وشرفنا في حلقة اليوم. الله يسعدك إن شاء الله أبو علي، وأمسي عليك وعلى أخواننا. مسيك مثله. الأساس النجاح البرنامج الخلف الكواليس بالأمانة جميعا. نعم. أيضا لا ننسى أن نقول مساء الورد إلى جمهورنا العزيز، إلى جمهورنا الرائع. بإذن الله ستكون حلقة خفيفة الظل من وجودك يا أبو علي، وياك بالأمانة أن لها طعم خاص، ودائما تحب تحط مثل ما يقولون الملح على الأكل زيادة. نعم نعم، إن شاء الله حلقة تكون مميزة من خلال وجودك ومتابعة جمهورنا الطيب والمتميز. ومشاهدينا من بعد الفاصل أبرز الأخبار أو العناوين وأهمها في الصحافة الرياضية المحلية. بداية مع جريدة الأنباء التي عنونت خليجي 24 ومصير جهاز عناد على طاولة الفنية اليوم. وفي السياسة العربي يبحث عن الانتصار الأول أمام الساحل في ذيذة. أما جريدة الجريدة فعنونت عواد يخلف حمدي في السالمية والخطيب مساعدا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وبسم الله نبدأ هذه الجولة الصحفية الرياضية من الصحافة المحلية وتحديدا من جريدة الأنباء والتي عنونت في صفحتها الرياضية القرعة تضع الأزرق مع اليمن في بداية مشواره بخليجي 24. جرت في العاصمة القطرية الدوحة ظهر أمس مراسم سحب قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 24 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 24 من نوفمبر حتى 6 من ديسمبر المقبلين، بعدما كان الانطلاق محددا في وقت سابق يوم 27 من نوفمبر حتى 9 من ديسمبر. ووضعت القرعة منتخبنا الوطني في الترتيب الثالث، حيث يخوض مواجهته الأولى بالبطولة أمام المنتخب اليمني، ويلتقي الأزرق في لقائه الثاني مع المنتخب العراقي، ويلعب الأزرق مباراته الثالثة أمام عمان، ويختتم مبارياته في البطولة بمواجهة المنتخب القطري الشقيق. حياكم الله من جديد مشاهدينا، رجع معاكم. وأول أخبارنا الرياضية المحلية وعن قرعة كأس الخليج، وهذا التجمع الخليجي الذي يفرح الشباب الخليجي من خلال بطولة كأس الخليج القادمة إن شاء الله. وجدد التحية والترحيب للأستاذ أحمد الشمري الناقد والإعلام الرياضي. أستاذي بعد ما جدد لك التحية، كيف تجد بداية قرعة خليج 24 التي أقيمت يوم أمس تحديدا لمنتخبنا الوطني؟ نعم أبو علي، شكرا على تجديد التحية، وطبعا نبارك إن شاء الله لجميع الأخوان المشاركين في بطولة الخليج. نعم. التي تقام في الدوحة في دولة قطر. نعم. للعلم كل مشارك حسب ما وصلنا أنه الجائزة $1,000,000. نعم. المنتخبات البطل سيحصل على $2,000,000. دولار. الثاني $2,000,000 أيضا دولار، فهذه مثل ما يقول الأول والثاني ضمن، نقول 600,000 كويتي. نعم. هذا الدعم كبير جدا بصراحة. جدا وأول مرة أعتقد لأول مرة مكتصفين. نعم للمنتخبات. فشكرا على اللجنة المنظمة بالأمانة، شكرا على
الدعم القوي للمنتخبات الخليجية، وإن شاء الله ستكمل بإذن الله إن شاء الله الدول الخليجية الباقية هي اللي بالأمانة أساس البطولة، هي للتعاون والمجلس التعاون الحقيقي بإذن الله سنراها عن قريب بإذن الله إن شاء الله مشارك جميعهم. أنا أشوف أن القرعة مصلحة بإذن الله منتخب الكويت. لا تنسى طبعا منتخب اليمني ترى تطور، لو تشوفه في التصفيات حاليا اللي قاعد يلعبه يكفينا التعادل مع المنتخب السعودي. صحيح. المنتخب السعودي المنتخب اللي صاعد الى نهائيات كاس العالم. صحيح. ما شاء الله 5 مرات، يعني منتخب قوي ومنتخب يعني لديه لاعبين محترفين يعني بمستوى عالي جدا، فهذا اكبر دليل ان المنتخب اليمني لديه لاعبين تطور وسابق الزمن بالأمانة. نعم. فأتمنى التوفيق لمنتخبنا. بالتأكيد. لا ننسى أن أيضا منتخب عمان لا يستهان به، لو أن منتخب عمان نزل في مستوى بالأمانة لديه دروب قوي حاليا المنتخب العماني. نعم. ليس منتخب العماني أيام هاني الضابط وزملائه والحسني والمجموعة اللي كانت بارزة. نعم. ناهيك منتخب العراقي معروف، منتخب العراقي ليس بالمنتخب السهل. صحيح. لا تنسى أنه هو كان في نهائي غرب آسيا، يعني عرفت شلون؟ نعم. فمن الصعب جدا، من الصعب جدا أنك أنت اليوم طبعا تحدد مصير منتخبنا، ولكن أنا أشوف أن المباراة الأخيرة اللي راح تجمع منتخب الكويت منتخبنا مع منتخب القطري ستكون مباراة نهائية. هي النهائية. أنا بوجهة نظر. وجهة نظر. نعم. أتوقع أنه سيكون بإذن الله. نهائي كويتي قطري. إذا ما تكلمنا عن نظام البطولة أبو فهد، شو راح يكون في النسخة هذه؟ نظام البطولة هو طبعا دور واحد. نعم. لو تلاحظه. نقاط. نقاط. نعم. جمع نقاط، وأتوقع أنه مثل ما قلت لك أنا المباراة النهائية سيكون حسب توقع. يعني توقع. إذا توفق منتخب الكويت مع المدرب، إحنا نقدر نقول المدرب الشاب، المدرب البارز بالأمانة المتألق الوطني اللي هو ثامر عناد، أتمنى له التوفيق طبعا. بالتأكيد. يعني أنا أتوقع أن ستكون له كلمة في البطولة إن شاء الله، وهو قد وقدود بعذبي، يعني إحنا عارفين مدربينا الوطنيين أنهم فيهم خير البركة. نعم. عارفين ونعطيهم الثقة وندعمهم، ما نكسر مجاذيفهم يا جماعة. صحيح. إحنا اليوم خلف المدرب الوطني. نعم. إيش حق نطالب المدرب الأجنبي إذا أنت عندك مدربين وطنيين ومميزين؟ أنا أستغرب أن من البعض، مع كل باحترامي حقهم، أنهم مدربين ويطلع في يقول لك لا أنا أبي مدرب أجنبي، شنو الأفضل منك فيه؟ بالعكس، أعطي الثقة للمدرب الوطني، ابن مدرب وطني، أسس من البداية مدرب وطني، يبرز لك منتخب، يبرز لك لاعبين مميزين، تعود الكرة الكويتية لأمجادها على إيد المدربين الوطنيين. ما أقول لك لا، بالعكس، أم أجلب مدرب عالمي، ولكن خل المدربين الوطنيين حواليهم يا جماعة طوروا منهم. طوروا. فأنا بإذن الله يعني أنا أشوف أن مدرب ثامر عناد وهو قاعد يمشي الخطة الصحيحة. نعم. والخطوة اللي راح بإذن الله تفرح الشارع الرياضي بالمشاركات الخارجية، وأيضا بالفوز في المباريات بإذن الله إن شاء الله. أبو فهد، كون أن المنتخب الكويتي هو سيد هذه البطولة ب10 ألقاب، من وجهة نظرك هل ترى بأن منتخب الكويت سيشارك في هذه البطولة من أجل تحقيق اللقب، أو من أجل الإعداد لما تبقى من يعني مراحل فيما يخص تصفيات المونديالية في قطر 2022 وكذلك كأس آسيا في الصين 2023؟ أبو علي، من شارك منتخب الكويت من بداياته في عالم كرة القدم وفي الرياضة أجمع، ما يشارك يقول لك لأجل المشاركة؟ لا. دائما الشارع الكويتي، الشارع الرياضي الكويتي يطالب في تحقيق بطولة، وأنك أنت تكون لك بصمة في هذه البطولة. نعم. مستحيل أن يتنازل. لا تنسى البطولة هذه، أنا ما أقول أنه والله الأغلب الفوز الكويت فيه البطولة الخليجية، لا، هو زعيم البطولة هذه. صحيح. وهو سيد البطولة هذه. صحيح. وهو اللي تسيد عليها، وهو اللي حط إيده على البطولة هذه ويقول البطولة باسمي، طلعت لنا وظهرت لنا نجوم مهما عدينا، أخاف أنه يطيح اسم وأكون ظلمته. نعم. من البطولة الأولى الخليجية إلى لآخر بطولة
23 ونعم ونجوم الكويت في كل بطولة يطلع لك نجم نجمين وثلاث، في السابق كان يطلع منتخب كامل نجوم بالأمانة. أتمنى التوفيق. فالبطولة ليس مشاركة، نعم، إنما منتخب الكويت يقول لك أنا أشارك البطولة هذه بالأمانة لخطف البطولة. نعم. لأن بطولته باسمه. صحيح. باحترامي لجميع المنتخبات الخليجية. أتمنى التوفيق للجميع. أتمنى التوفيق للجميع. وإذا كان هناك رسالة أود إيصالها إذا تسمحوا لي كشاب خليجي، نتمنى مشاركة جميع المنتخبات الخليجية في هذا التجمع الخليجي الجميل، هذا التجمع الكروي الجميل لشباب الخليج. إن شاء الله أن الأيام القادمة الأيام المقبلة تحمل أخبار سارة بمشاركة منتخبات المملكة العربية السعودية، منتخب الإمارات، منتخب البحرين الأشقاء في هذه البطولة لزيادة جمالها من ناحية التنافس والتنافسية على هذه البطولة الخليجية الغالية على جميع الشعوب الخليجية. فإن شاء الله أيام قادمة سارة للشباب الخليجي بشكل عام من خلال بطولة كأس الخليج 24 في قطر. مواصلين معكم مشاهدينا في أخبارنا المحلية، ونتحول لجريدة السياسة والتي عنونت العربي يبحث عن الانتصار الأول أمام الساحل في فيفا. تقام اليوم مباراتان في انطلاقة الجولة الرابعة لدوري فيفا الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي تضامن مع اليرموك ويلعب العربي مع الساحل. يسعى العربي برصيد نقطتين إلى تحقيق أول انتصار والخروج من النفق المظلم بعدما تعادل مع السالمية ثم سقط في مواجهة القادسية، وبعدها خرج بتعادل مخيب للأمال أمام الشباب. ويسعى مدربه البوسني داركو الذي جاء بديلا للإسباني مارتينيز لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح. في المقابل يسعى الساحل برصيد 4 نقاط إلى مواصلة الأداء القوي إثر تعادله الأخير أمام القادسية. ورجعنا معكم مشاهدينا من أخبار المنتخب وأخبار بطولة الخليج القادمة إن شاء الله إلى أخبار دوري فيفا. مباريات اليوم في الجولة الرابعة ما بين اليرموك والتضامن والعربي مع الساحل. وفهد، تعليقك على مباريات الجولة الرابعة بصورة عامة وأبرز لقاءاتها. طبعا ما نبي نظلم بالأمانة، يعني الفرق إن كان الساحل قدم مباراة قوية أمام القادسية وجميلة جدا. صحيح. بالأمانة أيضا لفت انتباهي، وأنا دائما سبحان الله اللاعب هذا صار لي موسمين أتكلم عنه دائما في 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 دائما ببرامجنا، اللي هو اللاعب محسن العجمي. الساحل يملك لاعبين أيضا علي الظفيري، لا ننسى أيضا لديهم بالأمانة شباب ومدرب جمال العتيبي، طبعا نقدم له التحيه للمدرب الوطني، قاعد يقدم مستوى طيب الساحل. صحيح. يعني رغم انه شوف إن حتى تصريحات لاعبين ابو فهد، يعني تحس ان لاعبين ولا اكثر من عندهم ثقه بنفسهم. لاعبين لاعبين بالامانه انا اللي اشوف الجهاز الاداري وايضا الجهاز الفني زرع الثقه في لاعبين نادي الساحل. صحيح. فاذا استمر نادي الساحل على الثقه اللي فيه والمعنوية اللي موجودة حاليا لدى لاعبينا، نعم، أنا أشوف سيكون له شأن كبير بالأمانة. وهذا نوجه أيضا ونرفع لهم مثل ما يقولون ونصفق لهم ونرفع لهم العقالة اللي هو مجلس إدارتهم نادي الساحل اللي بالأمانة أعضاء قاعد يدعمون يوقفون مع فريقهم مع فرقهم يحاولون أن تكون لديهم بصمة. نعم. والبصمة وضحت بالأمانة أمام نادي القادسية، ونادي القادسية فريق لا يستهان به. صحيح. ولكن كان الساحل أفضل وأدى أفضل بالأمانة، يعني لعب مباراة كبيرة جدا. العربي نسميه الجريح، العربي نسميه قبل أتكلم عن العربي. نعم. فهد، الكل كان يعول على النادي العربي من بعد ما انتهت الانتخابات وأتى مجلس إدارة جديد، مجلس إدارة متكامل متفاهم، أعضاء من قائمة واحدة،
الكل كان يتكلم ويتفائل بأن النادي العربي خلال الموسم الحالي سيكون مختلف وغير. الجولة الرابعة الآن العربي حقق نقطتين فقط من تعادلين أمام الشباب وأمام السلامية وخسر أمام القادسية. نعم صحيح. الآن في الجولة الرابعة أقالوا المدرب الإسباني، أتوا بالمدرب المساعد داركو. إلى الآن وضع العربي في نزول، ما بيقول أي كلمة ثانية على أساس لا يزعلون بعد الجمهور العرباوي، ولكن إلى الآن مستوى العربي في نزول، وللآن ما بينت شخصية العربي. لقاء اليوم أمام الساحل، هل تعتقد أنه راح يكون لقاء سهل في متناول لاعبي العربي وتحقيق الفوز الأول، أم أن المباراة صعبة؟ وعلي يعطيك العافية على الكلام، وعلى اللي أنت اللي وجهته هو عين الاعتبار، وهو الصحيح أن اليوم العربي أنت وفي النسخة الجديدة إداري صحيح، مجلس إدارة كامل، أنت عينت لجنة فنية صحيح لتقييم الاختيار من المدرب للاعبين المحترفين من حتى المحليين صحيح، شنو ينقص الفريق، الجمهور. انت كنت تقول يا مجلس الاداره انا بنجح لاجل ان اوصلكم الى 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 ما تبونه يا جمهورنا العرباوي صحيح، جمهور الزعيم المشتاق للفوز للمدرجات. اليوم الجمهور بالامانه من بعيد احنا كان ننظر له نقول والله يكسر خاطرنا الجمهور، رغم ان للعلم شوف السنين هذه الطويله والجمهور قاعد يحضر ويعازل الفريق. أنا أشوف أنه بالأمانة يعني بدون زعل فشل ذريع بالأمانة إلى الآن. أول شيء إلى الآن المجلس فشل مع الفريق كرة القدم. نعم. وأيضا اللجنة الفنية أنا أشوف أنه ما نجحت. مدرب أنت وطبعا المدرب الإيطالي، المدرب العالمي، المدرب آخرة إقالة في من قبل المباراة الرابعة الجولة الرابعة. اليوم احنا ننظر الى نادي العربي، نادي العربي الفريق دخل في نفق مظلم صحيح. نعم الفريق طبعا بالأمانة يعاني من مشاكل انا اللي اشوفه ونحسه احنا كرياضيين وكمتابعين المباريات، نشوف ان الفريق حتى لو يلعب بين اللاعبين وعلي انا اتوقع ان في ايضا شيء داخلي الله اعلم يعني بالفريق، يعني يبيله معالجة من جديد. نعم. يبيله انه يكون التواجد دائما، خاصة ترى شوف اللاعبين يوم يشوفون رأس الهرم. نعم. موجود اللي هو رئيس النادي، أتمنى أن يتواجد فيه دائما في التمرين قبل. نعم. المباريات نتمنى فالعربي منو ما يتمنى عودة العربي إلى إلى البطولات وإلى الفوز وإلى، ولكن عانكم الله يا العرباوية على أنه يصير فيكم. وأنا أكد على كلامك أخوي أحمد، بالتأكيد كل التوفيق لجميع أنديتنا المحلية، وأولها النادي العربي، لأن عودة النادي العربي إلى وضع طبيعي هو عودة الرياضة الكويتية إلى وضع طبيعي، كونه هو أحد الأعمدة الأساسية والرئيسية في الرياضة الكويتية وتحديدا في كرة القدم، وجمهوره غير علي بالتأكيد جمهوره يعطيك صحيح. يعطيك طعم ثاني، طعم المباريات الطعم الحلو صحيح. بالأمانة هزيجهم وشيلاتهم شلاتهم. يعني تلقى حتى في أضعف المباريات جمهور العرباوي حاضر. خلينا نشوف الفوز عند العربي راح تشوف جمهوره، حتى جماهير الأندية الثانية تحضر بسبة انه يقول لك بنافس انا الجمهور العرباوي. فأتمنى بإذن الله ان شاء الله ان مجلس الإدارة يلحق على الفريق. نتمنى الشيء هذا. آخر أخبارنا المحلية مشاهدين ستكون عبر صحيفة الجريدة، والتي عنونت في صفحتها الرياضية عواد يخلف حمدي في السالمية والخطيب مساعدا. أعلن نادي السالمية أن مدربه الفرنسي ميلود حمدي اعتذر عن عدم استكمال عقده الذي يمتد لنهاية الموسم الحالي نظرا لظروف خاصة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وافق على طلب المدرب وأسند المهمة إلى مساعده سلمان عواد على أن يعاونه اللاعب الدولي السابق السوري فراس الخطيب الذي أعلن اعتزاله مطلع الموسم الحالي. وأنهى المدرب حمدي اتفاقه مع رئيس جهاز الكرة الشيخ تركي اليوسف على أن يحصل على كافة مستحقاته حتى موعد تقديمه الاعتذار. ورجعنا معكم مشاهدينا، ما زلنا في اجواء الصحافه الرياضيه المحليه ومع الاستاذ الاعلامي والناقد الرياضي الاستاذ احمد الشمري.
ساذي، تعليقك وتعقيبك على الجهاز الفني الجديد للسالمية بقيادة الكابتن سلمان عواد ومساعده فراس الخطيب بعد اعتذار ميلود حمدي عن استكمال عقده. نعم وعلي، قبل ما نبارك حق الربع وكذي عشان لا نعطي لكل نادي حقه يعني. نعم اليوم مباراة طبعا قلنا العربي والشباب، تكلمنا احنا عن العربي فقط ولكن الشباب ايضا نوجه لهم تحية، مدربهم الوطني الزنكي العربي الساحل، عفوا الساحل العربي الساحل. نعم قلنا احنا قدم مباراة، طبعا المباراة الثانية الجولة اللي تكلمنا عنها اليرموك والشباب والتضامن، التضامن عفوا نعم. تضامن الجريح طبعا بعد خسارته من متصدر الدوري نادي الكويت صحيح. في ستة أهداف يبي يعوض، يبي يقول لك أنا طبعا لكل جواد كبوة يبي يفوق ثاني مرة نعم. من القفوة اللي أخذها بالمباراة نادي الكويت نعم. لا ننسى اليرموك أيضا يقوده مدرب وطني بالأمانة هاني الصقر نعم. نوجه له التحية ونتمنى نشوف مباراة جميلة بين الفريقين. نعود إلى السالمية سلمان عواد، نقول له ألف مبروك الساحل. احنا من اليوم ظاهر ان حلقتنا اليوم بس على المدربين الوطنيين نعم. انا شخصيا افرح كثير يوم اشوف مدرب أي وطني. مدرب وطني اداري يكون ناجح، لاعب يا جماعه منو ما يفرح انه يكون وطني نعم. عارف شلون بطلال انا يعني التحليف. بطلال لاعب سابق مدرب ترى صار له سنوات وهو موجود في السالمية وحقق السالمية بطوله مع السالمية امام نادي الكويت، حقق مع نعم بطوله الكاس كاس نعم. لا ننسى أن باسم بطولة صحيح سلمان عواد من المدرب الوطني الشاب سلمان عواد، أنا أشوف أنه بالأمانة اختيار سليم، اختيار جيد توفق فيه السالمية. أتمنى أن السالمية يعود، ولكن احنا دائما في بداية الموسم نتكلم ونقول أن السالمية دائما بدايته في أول مباراة مبارتين يكون من أفضل ما يكون رتم بفضل. واحد عنده نعم. سبحان الله يا أخي من توصل في قبل نص الموسم السالمية لابد أن يكون عنده دروب قوي، شنو المشكلة ما تدري وين اختيار عند لدي ترى لاعبين المحليين ممتازين صحيح، خامات جيدة تنظر إلى المحترفين أيضا اختيارهم صحيح. يمكن دائما مشكلة السالمية أنا أتوقع خلال الثلاث سنوات هذه الماضية أنه قاعد يحوشهم نوعا ما من نقص في المادة نعم. في الرواتب، راتب المحترفين تصير أزمة عندهم، عارف شلون؟ احنا نشوف حتى اختيارهم حق المحترفين جيدين بصراحة يعني نعم. اختيار ممتاز، ولكن ينقص للسالمية التوفيق. فبإذن الله سيعود السالمية للانتصارات بقيادة المدرب الوطني إن شاء الله سلمان عواد بطلال، مسي عليه بالخير. وأيضا لا ننسى مساعدة الكابتن المعروف فراس الخطيب. فراس الخطيب أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الله بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق للكابتن سلمان عواد ولمساعدة مثل ما ذكر أخوي أحمد الشمري لمساعدة فراس الخطيب في مهمتهم الجديدة. مع أخبار نادي السالمية ننهي مشاهدينا جولتنا في الصحافة المحلية وكذلك أو في الصحافة المحلية تحديدا. كل الشكر للأستاذ أحمد الشمري الناقد والإعلام الرياضي في جريدة القبس، شكرا لك أستاذ على تواجدك معي في حلقة اليوم، بالتأكيد أسعدتني وشرفتني. وأنا أكثر يا أبو علي. شكرا لك أستاذي. مشاهدينا بعد الفاصل أهم الأخبار في الصحافة العربية وأبرز وأهم العناوين. بداية مع الراية القطرية، أدعم اليد يواجه التحدي البحريني. وفي الرياضية السعودية، الاتحاد يخطف الانتصار الأول. أما عمان العمانية فعنونت القرار بيد كومان، أزمة سعد في طي النسيان. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وجولة الصحافة العربية ستكون بدايتها من جريدة الراية القطرية والتي عنونت أدعم اليد يواجه التحدي البحريني. منتخب قطر لكرة اليد سيكون على موعد هام مساء اليوم في صالة الدحيل الرياضية مع مباراة الدور قبل النهائي للتصفيات الآسيوية للرجال والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلاقي المنتخب البحريني على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها بعد غد. مباراة اليوم
هي نهائي مبكر للتصفيات بين العنابي والمنتخب البحريني، حيث اعتاد على خوض النهائيات الآسيوية في السنوات الأخيرة. بالتأكيد كل التوفيق للمنتخب القطري الشقيق وللمنتخب البحريني الشقيق في مباراة اليوم في كرة اليد. بالتأكيد لعشاق كرة اليد سنشهد إن شاء الله مباراة ممتعة وشيقة، وكل التوفيق لكلا المنتخبين في هذه المباراة. صحفنا أو صحيفتنا الثانية مشاهدين ستكون من خلال الرياضية السعودية، والتي عنونت الاتحاد يخطف الانتصار الأول. وضع الاتحاد قدما في دور الثمانية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية بعد فوزه أمس على الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور 16 في اللقاء الذي جرى على ملعب زعبيل في نادي الوصل. وضرب فريق الاتحاد أكثر من عصفور بحجر واحد في اللقاء، فإلى جانب أنه اقترب من العبور إلى دور الثمانية نجح في تحقيق أول فوز له على الوصل في تاريخه. وعلى الرغم من تعرض سعود عبد الحميد للطرد في الدقيقة 55، إلا أن محمد العبدلي الذي تم تكليفه بقيادة الفريق خلفا لتشيلي خوسيه سييرا عرف كيف يوظف قدرات لاعبيه في الملعب وحسم النتيجة. ثالث وآخر صحفنا العربية مشاهدين ستكون عبر عمان العمانية، والتي جاء فيها القرار بيد كومان أزمة سعد في طي النسيان. تلقت إدارة نادي النهضة رسميا نبأ انفراج أزمة الدولي سعد سهيل لاعب منتخب عمان الأول لكرة القدم ونادي النهضة في أعقاب التدخل الحاسم من قبل اتحاد كرة القدم الذي تمكن من احتواء الأزمة المتواترة ناظر التنسيق المباشر الذي حصل بينه وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم. ونجح الطرفين في إقناع نادي النصر السعودي بتوقيع المخالصة المالية مع سعد سهيل وإرسال بطاقته الدولية إلى نادي النهضة الذي قام بدوره بإصدار البطاقة المحلية للاعب، منهيا بذلك الفصل الأخير من محنة اللاعب التي دامت أشهر طويلة مع النادي السعودي. ومع صحيفة عمان العمانية مشاهدين ننهي جولتنا في الصحافة المحلية وكذلك العربية، لننتقل من بعد الفاصل إلى آخر الأخبار في الصحافة العالمية وأبرز العناوين. بداية مع صحيفة الموندو، إنجاز تاريخي للبرغوث الأرجنتيني. وفي توتو سبورت، نابولي يحقق انطلاقة مثالية بالشامبيونز ليج. أما المترو فعنونت البلوز ينهي صمود أجاكس المحلي والقاري. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونستهل جولتنا العالمية صحيفة الموندو والتي عنونت إنجاز تاريخي للبرغوث الأرجنتيني. حقق النجم الدولي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني إنجازا قياسيا بفضل هدفه في شباك سلافيا براغ التشيكي يوم أمس ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفقا لشبكة أوبتا الإحصائيات، أصبح ليونيل ميسي أول لاعب بتاريخ دوري الأبطال يسجل هدف واحد على الأقل في 15 موسما على التوالي. أما صحيفة توتو سبورت فقد أشارت في العنوان نابولي يحقق انطلاقة مثالية بالشامبيونز ليج. عاد نابولي من ميدان سالزبورغ النمساوي بفوز صعب بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وذكرت شبكة أوبتا الإحصائيات أن نابولي تمكن من جمع 7 نقاط في أول 3 مباريات له في مرحلة دوري المجموعات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالشامبيونز ليج. كما كشفت الشبكة أن المهاجم البلجيكي ميرتنز تمكن من تخطي رقم الأسطورة مارادونا في قائمة أكثر اللاعبين تهديفاً في تاريخ النادي الجنوبي برصيد 116 هدفاً.
آخر أخبارنا العالمية مع صحيفة مترو والتي عنونت البلوز ينهي صمود أجاكس المحلي والقاري. تلقى أجاكس خسارته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما سقط بين جماهيره أمام ضيفه تشيلسي بهدف دون رد لحساب الجولة الثالثة بدوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وبحسب شبكة أوبتا الإحصائيات فإن أجاكس تلقى خسارته الأولى بجميع المسابقات منذ هزيمته أمام توتنهام في إياب نصف نهائي دوري أبطال العام الماضي. وخاض أجاكس منذ ذلك الحين 19 مباراة ما بين محلية وقارية، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 4، ولكنه فشل بتحقيق سلسلة من 20 مباراة بلا هزيمة بعدما خسر أمام البلوز يوم أمس. كان هذا كل شيء مشاهدينا في مختلف الصحف المحلية العربية وكذلك العالمية. شكرا لكم على حسن المتابعة، لقائنا معكم إن شاء الله في يوم غد. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.